حياكم الله مشاهدينا، واهلا بكم الى نافذتنا اليومية التي نرصد لكم من خلالها مستجدات وباء كورونا حول العالم. فالإمارات تطور تقنية سريعة لرصد فيروس كورونا باستخدام الليزر، ومرضى السكري من النوع الأول أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا، ومذكرة مسربة للبنتاغون تذكر أن كورونا مستمر حتى العام 2021. هذه بعض عناوين نافذتنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نخوض فيها نتوقف عند آخر إحصائيات الوباء عالميا، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم إلى ما يقترب من 5 ملايين إصابة حتى الآن. أعداد الوفيات تقترب من 325 ألفا، أما أعداد من تعافى فهي زادت على 1,700,000 حالة شفاء. في المرتبة الأولى تبقى الولايات المتحدة، التي سجلت فيها ولاية نيويورك المركز الأول، حيث سجلت لوحدها حوالي 1/3 الوفيات في عموم أنحاء البلاد. فأعداد الإصابات في الولايات المتحدة تجاوزت 1.5 مليون إصابة. أعداد من تعافى منهم، أعداد الوفيات تقترب من 92 ألفا، تعافى منهم ما يزيد عن 289 ألفا. في المرتبة الثانية تأتي روسيا، التي تشهد ارتفاعا قياسيا في الوفيات وتراجعا في الإصابات الجديدة، رغم أنها ما زالت فوق 8,000 يوميا. أعداد الإصابات 308 ألف، أما أعداد المتعافين فهي زادت على 85 ألفا، المتوفون 2,972. في المرتبة الثالثة تأتي البرازيل، التي تخطت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من حيث أعداد الإصابات فيها. فالبرازيل سجلت حتى الآن ما يزيد عن 275 ألف إصابة. أعداد الوفيات تجاوزت 18 ألفا، أما أعداد من تعافى فهي زادت عن 106 ألف. في المرتبة الرابعة تأتي بريطانيا، التي سجلت قفزة حادة في الوفيات اليومية مقارنة بيومي الأحد والاثنين الماضيين، حيث سجلت المملكة المتحدة ما يزيد عن 250 ألف إصابة حتى الآن. أعداد المتعافين لا تذكر المملكة المتحدة، أما أعداد الوفيات فهي زادت عن 35 ألفا. إسبانيا التي تأتي في المرتبة الخامسة، والتي تشهد تراجعا لافتا بشكل عام للوفيات اليومية بفيروس كورونا. فإسبانيا سجلت 232,555 إصابة، توفي منهم 27,888، أما أعداد المتعافين فالأرقام تشير إلى صفر، وهذا رقم غير صحيح. نذهب إلى شبكة مراسلين حول العالم ونرحب بهم لنرى نستطلع الأوضاع لديهم. نبدأ من إسطنبول، علام صبيحات في إسطنبول، إذن تأثير كبير لفيروس كورونا والإجراءات المرافقة على الاقتصاد التركي وتحديدا قطاع السياحة. بالفعل أحمد، الأرقام الرسمية حتى تشير إلى يعني مخاطر كبيرة يواجهها الاقتصاد التركي، ولا سيما قطاع السياحة وقطاع التصدير، يعني الصناعات والتصدير، وهما القطاعان اللذان يعتبران المصدر الرئيس والأهم للعملات الدولية، للعملات العالمية، الدولار واليورو. وبالتالي توقف هذين القطاعين يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد التركي بشكل عام، ويشكل أيضا خطرا على حجم مخزون البنك المركزي التركي من العملات العالمية، العملات الدولار واليورو تحديدا. البنك المركزي رسميا أعلن أن هناك تراجع كبير في البنك في الاحتياطي النقدي الأجنبي، يعني من 40 مليار دولار إلى تقريبا 25.5 مليار دولار، وبالتالي بناء على هذا هو يحذر من يعني كوارث ربما تصيب الاقتصاد التركي في الأيام القادمة، في الفترة القادمة. وبناء عليه أيضا كان هناك توقيع اتفاقيات جديدة اليوم، على سبيل المثال كان هناك توقيع اتفاقية مع قطر تحديدا من أجل رفع حجم التبادل، تبادل العملات بين الجانبين من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. وبالتالي هذا يعكس أن هناك تحدي كبير يواجه الاقتصاد التركي حاليا، ليس فقط في السياحة أو التصدير، ولكن أيضا في كل القطاعات الاقتصادية. هذا أصبح واضحا علام، يعني هذا إلى دبي حيث تستخدم الإمارات العربية المتحدة تقنية الليزر، تفاصيل أكثر.
نعم، تقنية هي تم الإعلان عنها يوم أمس في الإمارات، وهي تقنية يمكن لها الكشف عن عدد كبير من الأشخاص بثواني قليلة بأن يكونوا حاملين لفيروس كورونا المستجد أم لا. هذه التقنية سهلة الاستخدام، أيضا قليلة التكاليف بحسب البيان الصادر من المختبر المطور لهذه التقنية. أيضا يمكن لها الكشف عن فيروس كورونا أو عدوى الفيروس في الدم خلال ثواني، وأيضا في المراحل الأولى من العدوى من خلال ملاحظة التغييرات التي تطرأ على خلايا الدم في الشخص المصاب. هذه التقنية وغيرها أو هذه التقنية يمكن أن تساعد الإمارات بجهودها الكبيرة التي تقوم بها من خلال إجراء عمليات فحص كبيرة كل يوم هنا في الإمارات، وأيضا هي تتصدر أغلب دول العالم في عدد عمليات الفحص بنسبة السكان أو بنسبة عدد السكان المتواجدين في الإمارات. هذه التقنية يمكن لها أن تساعد هذه الفحوصات أو زيادة عدد الفحوصات والكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بوقت مبكر وأيضا بثواني قليلة. هذه التقنية ومن خلال وكما أكد المختبر المطور بأنها ستكون متاحة في الأسواق وأيضا متاحة للمستشفيات والأماكن العامة من الأسواق ودور السينما وغيرها في غضون أسابيع أو أشهر قليلة. نعم محي الدين جبريل، في الخرطوم إصابات جديدة في السودان وربما ارتفعت فوق 100 إصابة في اليوم الواحد، ووزارة الصحة تحذر من أن هذه الأرقام غير حقيقية والأرقام الحقيقية أكثر بكثير. نعم، يعني هذه الأرقام التي أعلنت فجر اليوم هي تخص يوم أمس، وهي يعني تزيد عن 130. اليوم الذي سبق أو غابت هذه الأرقام 48 ساعة، لحصيلة 24 ساعة كانت أكثر من 300، عبارة عن 301، وبالتالي بناء على قرائن الأحوال هذه الأرقام غير حقيقية كما أكدت ذلك وزارة الصحة، وقالت أنها تعد إجراءات يعني لتضمن على الأقل أرقام تقارن الواقع، وألمحت الوزارة إلى أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع. نحن ننتظر بعد قليل تصريح لوزير الصحة السوداني، نتوقع أن يعلن من خلاله عن إجراءات جديدة، حيث تداول أو بحث مجلس الوزراء اليوم أثناء تقديم وزير الصحة لإفاداته في الجلسة، تداول المجلس عن إمكانية فرض ارتداء الكمامات على المواطنين السودانيين، وبالطبع هذه ربما تكون واحدة من الإجراءات التي تبدو صعبة نسبيا، يعني إذا ما نظرنا للإجراءات الاقتصادية، حيث يبلغ سعر الكمامة الواحدة من الكمامات ذات النوع الجيد نحو 10 دولارات يعني، أو زد عليها قليلا. نعم صهيب الفهداوي في أربيل، كيف هي الأوضاع هناك؟ ربما 7 إصابات جديدة لديكم. نعم، 8 إصابات جديدة، 1 في أربيل و7 إصابات في السليمانية، ولكن الحياة في إقليم كردستان لربما تختلف تماما عن باقي أرجاء العراق أو حتى البلدان العربية. كردستان بدأت بالسيطرة تماما على فيروس كورونا، نحن نتحدث عن إجراءات تم يعني جميع هذه الإجراءات ألغيت، عادت الحياة إلى طبيعتها بنسبة 90% في محافظات الإقليم. الإجراءات الوحيدة المتبعة حاليا في محافظات الإقليم هي منع الدخول والخروج من وإلى إقليم كردستان عبر المنافذ مع المحافظات العراقية أو المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران. بالدرجة الأساسية كردستان تنبهت مبكرا إلى خطر الفيروس واتبعت إجراءات مبكرة وفتحت مراكز ودربت كوادر، وبالتالي هي الآن شبه مسيطرة على الوضع. تسجيل حالة هنا أو حالتين هناك هو يأتي كون أنه لا يوجد حتى الآن عقار لهذا الفيروس أو
يعني طريقة أو علاج فعلي لهذا الفيروس، فتسجيل الإصابات مستمر. ولكن إلى حد ما كردستان منذ 3 أيام أو 4 أيام الماضية لم تسجل أي حالة. الحالات التي تم تسجيلها هي خارج المدينة، وهنالك إجراءات يتم اتخاذها مع كل حالة يتم تسجيلها بأخذ عينات من جميع الملامسين لهذه الحالة. وضحت الصورة صهيب، دعني أذهب إلى بيروت لنستطلع الصورة. هناك مع مراسلتنا كلودي أبي حنة، كيف تبدو الصورة في لبنان مع تسجيل عدد من الإصابات؟ هل هي إصابات للمقيمين اللبنانيين المقيمين داخل لبنان أم هي من المغتربين القادمين من الخارج؟ الرقم نفسه اليوم كما في إربيل 7 إصابات، 4 للمقيمين و3 للوافدين. هذه الأرقام هي تدفع لإشاعة أجواء من الاطمئنان في وزارة الصحة العامة، خصوصا بالنسبة إلى المقيمين. 4 إصابات، هذا يعني أن الإصابات التي سجلت لدى الجالية البنغالية في لبنان حوالي 18 إصابة لم تؤدي إلى انتشار واسع للعدوى في المنطقة المحيطة. وأيضا الإصابات التي سجلت لدى العسكريين في المحكمة العسكرية، وتم تسجيل إصابات كثيرة لمخالطين في مختلف المناطق اللبنانية، هذه الإصابات تمت السيطرة عليها بحيث لم يرتفع المنحنى الوبائي بشكل كبير، لا بل بدأت السيطرة على هذين التحديين اللذين كانا كبيرين بالنسبة إلى وزارة الصحة العامة. أما بالنسبة إلى الوافدين، العدد 3، وطبعا الرحلات مستمرة حتى نهاية هذا الأسبوع، وهذا التحدي يبقى ماثلا خصوصا مع عيد الفطر السعيد، مع خشية وتحسب لإمكان حصول اختلاط بين المغتربين والوافدين العائدين وبين أقربائهم وأصدقائهم هنا في لبنان. لذا يتجه مجلس الوزراء يوم غد إلى الأخذ بتوصية المجلس الأعلى للدفاع، بحيث يتم تمديد التعبئة العامة إلى 7 يونيو المقبل، ولكن مع الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية المسموح بها. هذا يعني أن من ليس لديه ضرورة قصوى للخروج من المنزل عليه الالتزام بالحجر، وهذا الأمر وتمديد التعبئة العامة بهدف التقليل من إمكانات العدوى وتزايد الإصابات. نعم كلودي أبي حنة في بيروت وشبكة مراسلين حول العالم، شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا، آخر المستجدات الطبية والأبحاث بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. قالت دراسة أجرتها مؤسسة خدمات الصحة الوطنية البريطانية أن المصابين بمرض السكري من النوع الأول معرضون لخطر الوفاة بمرض كوفيد-19 أكثر بكثير من المصابين بالسكري من النوع الثاني. واحد من كل 3 حالات وفاة تم تسجيلها في بريطانيا بسبب مرض كورونا يعود للمصابين بمرض السكري. هذا ما توصلت إليه أحدث أبحاث مؤسسة خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، والتي شهدت نحو 35 ألف حالة وفاة حتى الآن من بين نحو 250,000 مصاب. الدراسة رجحت أن يموت مرضى السكري من النوع الأول الذي يتطلب استخدام الإنسولين بمعدلات تصل إلى 3 أضعاف من أولئك المصابين بالنوع الثاني، والذين يستخدمون حبوبا لتنشيط فاعلية إنتاج الإنسولين داخل الجسم. ووفقا للدراسة، فإن أولئك الذين يرتبط السكري لديهم مع زيادة الوزن من المرجح أن يموت 2 منهم مقابل كل واحد غير مصاب بالسكري. وبحسب مختصين، تعتبر العدوى البكتيرية أكثر شيوعا وأكثر حدة في مرض السكري، وأي عدوى شديدة يمكن أن تسبب مشاكل في التحكم في الإنسولين. الدراسة قالت أيضا إن العمر هو أكبر عامل خطر محدد للوفاة بين مرضى السكري الذين يصابون بكوفيد-19، حيث أن المخاطر لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما منخفضة جدا مقارنة بالأشخاص الأكبر سنا. أرحب بالدكتور جهاد سعادة، أخصائي الأمراض المعدية والمناعة، ينضم إلينا عبر سكايب من الشارقة. أهلا بك مجددا دكتور جهاد. في المرة الماضية تحدثنا عن داء متلازمة كواساكي والتي تصيب الأطفال، ولكن ربما دون 5 سنوات، وهذه النسبة نسبة تقل عن 1%. الآن نتحدث عن
مرضى السكري من النوع الأول، رغم أن النوع الثاني مخاطر الوفيات عندهم تزيد عن 25% من مجموع الوفيات، إلا أنهم 3 أضعاف المرضى من النوع الثاني. لماذا؟ أين الخلل؟ هل هو خلل في جهاز المناعة لدى هؤلاء؟ أم ربما هناك أمراض أخرى مرتبطة بهذا الداء؟ يمسيكم بالخير وكل عام وأنتم بخير مقدما. حياك الله. من بداية الأزمة طبعا احنا قلنا انه الأمراض المزمنة وبالذات مرض السكري من الأشياء اللي بتزيد من مخاطر تبعات الإصابة بكوفيد-19. المشكلة في مرض السكري انه بيضعف المناعة، يعني بيضعف المناعة من ناحية الاستجابة الصحيحة، وبيحفز إشي بنسميه الالتهاب المزمن ولو بدرجات خفيفة على المدى الطويل. هذا بيخلي الشخص يعني أو المصاب بالسكري، طبعا في حسب الدرجة تاعته، مش معنى أنك أنت مصاب بالسكري أنه حتما وأكيد أنه لازم يحصل معك، نتكلم إحصائيا، بيخليك عرضة أكثر للالتهابات البكتيرية والتهاب ذات الرئة، واللي هو أكبر المشاكل اللي بتدخل الناس للعناية المركزة. لكن في شغلة جدا برضو مهمة ننوه لها، إحنا هنا بنتكلم على عدة عوامل مرتبطة ببعض. يعني أول شيء إذا أنت مريض سكري ومنسوبات السكر عندك حسب الأصول ومتحكم فيها، إن كان عن طريق الدواء أو عن طريق الحمية أو بالتنين مع بعض، فهذا ما بيحطك في منطقة الخطر. اللي بيحطك في منطقة الخطر أنه يكون السكري عندك فالت، خلينا نسميها يعني 400 فما فوق. الشغلة الثانية بدنا نحط في اعتبارنا برضو العوامل للأمراض المزمنة الأخرى، وعامل العمر. يعني موضوع أنك أنت مصاب بالسكر إن كان نوع أول ولا نوع تاني ليس هو عامل الخطر الوحيد، فما بدنا الناس أنها تخاف، لأنه إحنا يعني مرض السكر جدا شائع عندنا. نعم، يعني المرض السكر النمط الأول والذي يسمى السكر الشبابي هو يصيب الأطفال ومرحلة الشباب. بالنسبة للنمط الثاني، هل هناك ارتباط بين هذا المرض وأمراض أخرى تزيد مخاطر الإصابة بكوفيد-19 وتزيد من مخاطر الوفاة؟ يعني تكون الوفاة بأسباب أمراض الشرايين، أمراض القلب، أمراض الغدد الصماء، وليس ارتفاع سكر الدم فقط. صحيح، لكنه هو فعليا الحلقة الأولى اللي ممكن يأثر على بقية الأجهزة، وهو بيأثر بالأساس على المناعة. هلأ الفرق بين النمط الأول والنمط الثاني إنه النمط الأول معتمد على إفراز الإنسولين، يعني الإنسولين أنت عندك أصلا غير موجود، فبالتالي عادة منسوبات السكر صعب التحكم فيها أكثر عند هذا النوع من المرضى. بينما النوع الثاني أو النمط الثاني بيكون في عندك إنسولين لكنه غير كفاية، فالتحكم فيه بيكون أسهل. تبعات النوع الأول أو النمط الأول عادة بتكون شوي أثقل، إلا إذا كان المريض فعلا محرص على الحفاظ على المنسوبات. برجع وبذكر الموضوع مو إنك إذا أنت مريض إنسولين ولا عندك، يعني طبعا له تبعات على موضوع تصلب الشرايين، يعني بالأخير مرتبطين ببعض لأنه بيعمل التهاب في الخلايا الدهنية، لا يعني هذا الكلام إنك حتما وأكيد إذا أصبت بكوفيد-19 فأنت ستدخل الرعاية المركزة، ولا أنه لا سمح الله أنك ممكن تموت. نعم. أبداً، بعيد الشر عنكم، عدة عوامل تحكم. نعم. هذا كلام جميل ومطمئن دكتور جهاد. بالنسبة لجهاز المناعة الأساسي في التصدي لهذا الفيروس، كيف يمكن تقوية جهاز المناعة خاصة عند المرضى بالسكري النمط الأول أو النمط الثاني؟ على سبيل المثال الغدة الزعترية التيموسية التي تضمر مع التقدم في السن، كيف يمكن إعادة تنشيطها؟ النمط الحياة بيلعب دور أساسي. إذا أنت كنت يعني إن كان من النوع الأول أو النوع الثاني، مهم جدا أنك أنت تحافظ على نوعيات الأكل الصحي والغير غني بالسكريات، وإن كانت سكريات فواكه. الناس ما أخذ فكرة على أنه الفواكه سكر طبيعي، أنا كمريض سكري بقدر أكله بالكمية اللي بدي، هذا الكلام غير صحيح. إذا عندك سمنة يجب أن تتخلص من السمنة والوزن الزائد، هذا حتما وأكيد، وعليك بالنشاط وبالحركة دائما. يعني هاي شغلة جدا مهمة عشان تتحكم في منظومة السكر وعشان تقوي جهاز مناعتك إذا أنت كنت من مرضى السكر. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور جهاد سعادة، أخصائي الأمراض المعدية والمناعة، كنت معنا عبر سكايب من الشارقة، شكرا جزيلا لك.
انتشار وباء كورونا كثر الحديث عن جهاز المناعة الذي يواجه به الإنسان ملايين البكتيريا والفيروسات والجراثيم التي لديها القدرة على دخول أجسامنا وإلحاق الضرر بها. يتكون جهاز المناعة من دفاعات غير متخصصة مثل الجلد والأغشية المخاطية وعصائر المعدة الحامضية القوية، ودفاعات متخصصة على رأسها خلايا الدم البيضاء. عندما تتجاوز الفيروسات خط الدفاع الأول المتمثل بجلد الإنسان والأغشية المخاطية، فهي ستواجه خلايا دم بيضاء خاصة موجودة في مجرى الدم. هناك أنواع مختلفة من هذه الخلايا، لكل منها وظيفة وعمل محدد لمحاربة الأمراض بداخلنا. كيف يتم تعزيز جهاز المناعة؟ بعد انتشار فيروس كورونا تم تحديث مقالة من كلية الطب بجامعة هارفارد في 6 أبريل عام 2020، تقول إن فكرة تعزيز نظام المناعة لم يتم إثباتها بالكامل. وتوضح المقالة أن فكرة تعزيز المناعة مغرية، ولكن ما يزال هناك الكثير مما لا يعرفه الباحثون عن تعقيدات الاستجابة المناعية وترابطها. وفي الوقت الحالي لا توجد روابط مباشرة مثبتة علميا بين نمط الحياة والوظيفة المناعية المعززة. هذا لا يعني أن نمط الحياة الصحي لن يجعل الإنسان في وضع جيد. وبحسب هارفارد، فإن اتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة وأفضل خطوة يمكن اتخاذها تجاه الحفاظ على نظام المناعة قويا وصحيا بشكل طبيعي. تقترح المقالة اتباع عادات معينة للحفاظ على عمل جهاز المناعة كما ينبغي، من بينها وقف التدخين واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الأساسية وعلى رأسها الخضروات والفواكه، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم. وصلنا إلى نهاية هذه النافذة، شكرا على طيب المتابعة ودمتم سالمين.